السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو خاص بهذه التفاحة، طلب مني الكثير من الأجانب يعني طريقة عمل التفاحة بعد أن عملت الأوراق. واليوم إن شاء الله نوريكم طريقة التفاحة ولو أنها سهلة جدا، وأعيد الطريقة لمن لم يروا طريقة الأوراق. هي كالتالي: مجرد مستطيل ان ريكتونجل من 40 الى 40 غرزة، 80 دو 40 à 40 ماي. لا لونغور طولو 60 غرزة فقط، 60 عفوا 60 سطرا. لا لونغور سي 60 رون et c'est tout pour la feuille. Je vais vous montrer comment la faire. الورقة الأخوات سبق أن أريتم كيف أعملها، وهي تبدأ الورقة بأربعة غرز. سأريكم الطريقة عمليا إن شاء الله. Je vais travailler 60 rangs. سأشتغل 60 سطرا فقط وأقطع الخيط. هذا بالنسبة لي هو على شكل مستطيل 60 روز and 80 ستيتش. هاو كملت المستطيل، جي فيني سو ريكتونجل دو 80 مايل و دو 60 رون، و جو في رونجي تو سي مايل dans un fil comme ça. دي دو كوتي، دو سو كوتي و دو سو كوتي. سأجمع هاد الغرز كلها في خيط من هنا ومن هنا. أما طريقة الورقة لفي، حتى أضمها للتفاحة وتجمع في فيديو واحد. بدأت بأربع غرز 4 مايل فور ستيتش، جو في باسي 4 رون فور روز. هادي أشتغل بهادي 2 3، سأحول مرة واحدة فوا بعد ذلك بهذه. اثنين دو ثلاثة هاتي مرتين une maille. Je déplace une seule maille. هذه المرة الأخيرة بثلاثة واثنين. ثم الواحدة الوسطى والنصف، وسأبدأ بنقصان من الجوانب.
ما مرحبا. هذه أعمل منها 4 ورقات، جي في 4 في بوغ لا بوم، اي جو فو مونتري كومون لا مونتي، لا فيغ مونتي، سأريكم كيف سأجمعها لكي تصبح على شكل تفاحة. الآن كملت 4، جي فيني لي 4 في، 2 درتهم قصيرين و 2 طوال، جي مين برونش و لونغ برونش دو 16 غون. بعد ذلك تفاحة هي بهذا الشكل، دير فيها لاواط وسأخيطها من هذا المكان. بعد أن جمعت الغرز من هنا ومن هنا وما جمعتهم في خيط، سأخيطها وأجمع الكل. بعد ما جمعت غادي نسد هذه الطريقة، هذه الطريقة voyez pour fermer la pomme. J'ai fini. Maintenant, je vais faire une petite truc, un truc, un petit truc. Pour faire marquer la forme de la pomme, je vais faire ce truc comme ça. Je pique l'aiguille ici et je la fais sortir. Ça. D'ici. C'est comme ça. أدخلها وأخرجها من هذا الجانب وأنا أجر جيدا، وسأعيد عدة مرات. Je vais recommencer plusieurs fois comme ça. C'est la dernière. Comme ça. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre les feuilles. Voilà. أخذ الورقتين وأضع واحدة على الأخرى هكذا. وأخيطها من الجوانب. Je mets les deux feuilles comme ça. Je les coupe ici. هكذا. ثم العود. La branche, on va dire club, club comme ça pour la fermer et coudre ici. La dernière touche, آخر شيء، سأخيط هذه بهذه مع هذه.
طويل هنا هذا الشكل، أضعها هنا في قلب التفاحة بهذا الشكل، وهكذا انتهت التفاحة كما ترون.